هنا إبراهيم في هذا هو برج الاتصالات الذي كان مستهدفا هو وهذه المباني التي حوله التي تتبع للتلفزيون الأوكراني وتتبع لهيئة البث والاتصالات. أيضا يمكنك إبراهيم أن تشاهد معي مناطق الاستهداف. هذا المبنى المتضرر هو مكان لخدمة السيارات، وبشكل عام يعني وقعت القذيفة الأولى هنا بقرب البرج، والقذيفة الثانية وقعت في هذا المكان. حتى يمكنك أن ترى حتى هذه اللحظة القذيفة ما زال جزء منها موجود في الأرض كما تشاهد معي في الصورة. أيضا يمكنني فقط أن أنقل لك حجم الضرر هنا في هذه المنطقة. يوجد أيضا ما زالت هنا دماء بشرية، ما زال يعني من هذا الحادث. طبعا كان هنالك 5 قتلى و5 جرحى كولا سودا. ترى هذه سيارات لموظفين يعملون هنا في هذه المنطقة عندما حدث الانفجار. هنا أصيب أحد المواطنين الأوكرانيين، هنا قتل في هذه المنطقة في هذه النقطة بالتحديد. يمكنك أن تشاهد معي بالصورة، الصورة تستطيع أن تتحدث عن حجم الدمار الذي حدث في هذه المنطقة. هذا الاستهداف، هذا أيضا على اليسار هذا المبنى الذي تضرر بشكل كبير وواسع، وأيضا هو محل للأدوات الرياضية، وأيضا قربه هنالك استوديو وصالة للألعاب الرياضية. يعني هو مبنى مدني عادي فيه نشاطات مختلفة تجارية، وهو يعني يقع قرب مبنى التلفزيون، ولكن القذيفة الثانية يعني هذا يمكن اعتباره أحد الأضرار الجانبية لاستهداف مبنى التلفزيون. وأيضا تعليق على الصحفيين المتواجدين الآن في المنطقة والذين يقومون بتغطية هذا، ما نزال نشاهد يعني الدخان ما زال يتصاعد من أثر القصف في هذا المبنى. نعم، هذا محل لبيع الأدوات الرياضية كما تشاهد. بليجة هذا محل بيع الأدوات الرياضية. طبعا يوجد عدد من الصحفيين الذين وصلوا الآن في هذه اللحظات طبعا أيضا لتغطية هذا الحدث وهذا المكان. هم من دول مختلفة، أنا تحدثت إليهم، يعني أرى جنسيات مختلفة ودول مختلفة ووكالات أنباء مختلفة من أنحاء العالم. طبعا قلت لي أن هذا يعتبر من الأضرار الجانبية. طبعا القذيفة هي وقعت هنا، يعني يبدو أنها أخطأت الهدف الثانية. الأولى وقعت داخل المباني الخاصة بالتلفزيون، يعني تم استهداف المبنى بشكل مباشر. نعم، هي القذيفة وقعت قرب المبنى هنا مباشرة، وهذه وأصابت يعني هذا المبنى. هو أكثر المباني تضررا، هو هذا الذي نقف فيه الآن هو أكثرهم تضررا. ما زال الدخان حتى هذه اللحظة يتصاعد من المبنى ويخرج من مناطق مختلفة في المبنى. ما زال هنالك شيء من الحريق في المبنى، ولكن القذيفة وقعت على بعد أمتار قليلة جدا منه. يبدو أنها يعني قذيفة صاروخية قوية وتستطيع أن يعني تفجر في نطاق واسع، والا ان يعني هنالك عدد من الامتار. هذا ما نشاهده، اجزاء من الصاروخ الذي استهدف هذه الصاله الرياضيه. لا، هنا الصاروخ هو هناك في هذه المنطقه. اذا كان يمكن ان نتحرك لترى الصاروخ نفسه. كولا يجوم دلشه. الصاروخ وقع هنا في هذه المنطقه. إبراهيم، طبعا هنا هذه المنطقة معروفة بمنطقة بابانيار، وفيها نصب تذكاري للمجزرة التي حدثت في الحرب العالمية.